وفي مثل هذا اليوم من سنة 50 و700 للهجرة الموافقة للعام 54 و300 و1000 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج الأندلس خبر وفاة الملك يوسف بن إسماعيل المعروف بأبي الحجاج النصري، سابع ملوك بني نصر بن الأحمر في الأندلس. بويع بغرناطة بعد مقتل أخيه محمد وسنه آنذاك 15 عاماً. قاتله الإسبان فثبت لهم مدة، وخاض معهم عدة معارك. تمكنوا من التغلب على قلعة يحصب المجاورة لعاصمته. هجم عليه شخص مجهول وهو يصلي بالمسجد فطعنه وقبض عليه، فسئل فتكلم بلغة غريبة مختلطة فقتل وأحرق بالنار. وحمل أبو الحجاج إلى منزله فمات بسبب الطعنة عن عمر ناهز 36 عاما. وذكر حجاج مصر خبر خلع السلطان صلاح الدين صالح القلواني. كان المماليك قد عزلوا السلطان الناصر حسن وولوا مكانه أخاه صلاح الدين صالح بن محمد بن قلوون، وكان عمره 14 عاما. فتجمعت السلطة في يد الأميرين المملوكين صرغ تمش وشيخون. وفي هذه السنة حاول بعض أمراء المماليك العمل مع السلطان الصغير لخلعهما وسحب الوصاية منهما، لكنهما سارعا إلى القبض على السلطان صلاح الدين صالح وأخرجوا أخاه الناصر حسن من السجن ونصبوه سلطانا لفترة ثانية، وظل الحكم الفعلي بيد الأمراء المتغلبين على السلطنة. وذكر حجاج المغرب خبر خروج الأمير أبي الفضل المريني على أخيه السلطان أبي عنان فارس. كان السلطان أبو عنان فارس بن السلطان علي المريني قد تولى الحكم بعد وفاة أبيه، فنفأ أخويه أبو الفضل عمر وأبو سالم إبراهيم إلى دولة بني النصر في الأندلس، وكان ملكها الحجاج النصري. فلما توطد الحكم لأبي عنان فارس رغب في عودة أخويه، وكتب إلى أبي الحجاج أن يرسلهما إليه، فارتاب أبو الحجاج في نيته ولم يستجب للطلب. غاضب السلطان أبو عنان وأرسل يوبخ الحجاج النصري، فأغرى الحجاج أبا الفضل بالتمرد على أخيه. استجاب أبو الفضل للإغراء وطلب العون من ملك الإسبان، وسار على رأس حملة بحرية إلى المغرب. ثم جرت عدة وقائع بين الأخوين انتهت بأن تم القبض على أبي الفضل وسيق إلى السجن حيث تم قتله. وذكر حجاج المغرب خبر غزو البنادقة مدينة طرابلس. أرسل دوق البندقية أسطولاً كبيراً لمهاجمة مدينة طرابلس الغرب، ففاجأ الأسطول سكان المدينة الذين هبوا للدفاع عنها، لكن عنصر المفاجأة كان حاسماً، فدخلت قوات البنادقة المدينة واستولوا عليها وأسروا الكثير من أهلها، ثم انسحبوا منها لقاء فدية مالية كبيرة. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 58 و700 هجرية الموافقة لسنة 57 و300 و1000 ميلادية خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في الأندلس كانت دولة ملوك غرناطة وعليها الغني بالله محمد آل نصر. في المغرب العربي كانت دولة بني حفص وعليها إبراهيم الثاني بن المتوكل الحفصي، ودولة بني مرين وعليها المتوكل أبو عنان فارس المريني. وكانت دولة المماليك في مصر والشام وعليها الناصر أبو المحاسن حسن القلواني. في المشرق كانت دولة الجلائريين في العراق وفارس وعليها أويس بن حسن برزك الجلائري. دولة الإمبراطورية العثمانية وعليها
أورخان الأول العثماني. دولة آل كرت في فارس وعليها الأمير معز الدين حسين الجغتاوي. دولة بني المظفر في فارس وعليها الأمير محمد الجغتاوي، وكان من مدنها مدينة أصفهان. مدينة أصفهان وهي مدينة قديمة العهد، فتحها المسلمون سنة 23 للهجرة زمن الخليفة عمر بن الخطاب على يد عبد الله بن عبد الله بن عتبان، وكان قائد الجيش عبد الله بن ورقاء الرياحي. وفي العام 1000 للهجرة اتخذها الشاه عباس الصفوي الأول عاصمة له بدلا من قزوين، ثم عادت العاصمة إلى طهران. تعتبر أصفهان من أكبر المدن التجارية والصناعية في إيران، ينتسب لها العديد من أكابر العلماء والأدباء أمثال أبي الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، والحافظ الإمام أحمد بن عبد الله بن مهران صاحب تصنيف حلية الأولياء، والراغب الأصفهاني حسين صاحب كتاب محاضرة الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 24 و300 للهجرة الموافقة لسنة 21 و400 ميلادية وفاة السلطان المماليك المؤيد شيخ من ملوك المماليك الشراكسة بمصر والشام. أسره تيمور لنك في حلب، ثم سجن في سجن خزانة الشمائل. خرج بعدها إلى الشام واشترك في العصيان إلى أن قتل الملك الناصر فرج وولي السلطنة العباس بن محمد، فجعله أتابكاً للعسكر ومدبراً للمملكة. ثم قام بخلع العباس وتولى السلطنة بنفسه. حكم 8 سنين ونصف وتوفي عن عمر نهز 63 عاما. وفاة السلطان العثماني محمد جلبي. هو السلطان الخامس للدولة العثمانية والملقب بالجلاد. نازعه الملك إخوته سليمان وموسى وعيسى، فتمكن من التغلب عليهم وقتلهم. شهدت فترة حكمه حروباً داخلية لإرجاع الإمارات السلجوقية التي استقلت في الفترة التي أعقبت موت السلطان بايزيد الأول. أنشأ محمد جلبي أسطولاً بحرياً قوياً ونقل كرسي المملكة من بورصة إلى أدرنة. تصدى لتمرد أميري قرمان وأزمير وتمكن من قمعهما ثم عفى عنهما. توفي وهو في العقد الثالث من عمره في أدرنة بعد أن أوصى لابنه مراد الثاني.